بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الإمام أحمد في مسنده أن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله، عقبة بن عامر كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عقبة بن عامر، صل من قطعك واعطي من حرمك واعف عمن ظلمك. قال عامر، قال عقبة، ثم قال لي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك لسانك وليسعك ولتبكي على خطيئتك، وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر بوصايا. أول هذه الوصايا: صل من قطعك، صلة الأرحام. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث: ليس المكافئ بالواصل. إذا ايتني ويتك يسمونه مكافئ وليس واصل، انما الواصل من قطعت ثم وصلها، يعني انت ما تزورني انا ازورك، هاي يسمى واصل، اما ان تجيني وايك هاي يسمى مكافئ. وصلة الارحام هذه من الامور الواجبه في الشرع، من الامور الواجبه، وقطع الارحام من الكبائر، وقطع الارحام معصيه من المعاصي وهي كبيره من الكبائر، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث عندما يعني اشتكت الرحم قال: ألا تحبين أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. فالله سبحانه وتعالى حث على ذوي القربى وقال: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فهذا هو الأصل، والأقربون أولى بالمعروف. فصلة الرحم هذه واجب من واجبات الشرع والإسلام. قد يسأل سائل: متى صلة الرحم؟ يعني على حسب هذا القريب، إذا كان وياك في البلد، وياك في المدينة، أو هو مريض، أو هو عنده مناسبة، أو هو بعيد، أو هو في بلد آخر، فتعتمد هذه الزيارة على وضع هذا القريب. بما تكون الصلة؟ الناس يظنون أن الصلة هي فقط الزيارة، لا، الصلة تكون بالزيارة، وتكون بالمهاتفة، وتكون بالمراسلة، وتكون الصلة بالأموال. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يصل أقربائه ويصل رحمه بالأموال. من الأمور التي تعيق أو تمنع صلة الرحم أمور كثيرة جدا، لكن نذكر بعضا منها: كثرة العتاب. كثرة العتاب، يعني واحد راح حق عمه ما شافه من سنتين، يقول له: وينك القاطع يا اللي ما كذا. يعني احنا نقول من تشره تكره. كثرة العتاب هذه تمنع صلة الأرحام، تمنع صلة الأرحام. وكذلك التكلف، إذا أنت تكلفت للقريب أو هذا القريب تكلف لك، سوف تنقطع هذه الصلة بسبب التكلف. وقالوا من معوقات صلة الأرحام كذلك الحسد، الحسد بين الأقارب، والأخلاق السيئة بين الأقارب، يعني هذا أخلاق سيئة شري يؤذي أقاربه، هذه كلها تمنع صلة الأرحام. من الأمور التي تعين على صلة الأرحام معرفة الأجور العظيمة ومعرفة الآثام العظيمة على قطع الأرحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة، قال: وقاطع رحم. ثلاثة لا يدخلون الجنة وقاطع رحم. فالإنسان الذي يعلم بأن صلة الأرحام لها أجور عظيمة جدا، وقطع الأرحام لها آثام، فلذلك يترك هذه المعصية. ثم قال صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر قال: واعطي من حرمك.
قد تحتاج في مناسبة أو في موقف تحتاج إلى مال، فأحد أقربائك صاحب المال لا يعطيك عند حاجتك أو تسأله أو ما يعطيك، وتدور الأيام فيكون هو المحتاج وأنت عندك المال، فيقول لك صلى الله عليه وسلم لا تعامله بالمثل، ما أعطاك عطى. هل يجب علي؟ لا يجب، لا يجب عليك، لكن هذا من الإحسان، هذا من الإحسان، يستحب لك أن تعطي من حرمك. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم واعف عن من ظلمك، كذلك هذا من الإحسان العفو، كما فعل يوسف عليه السلام مع إخوته، قال لا تثريب عليكم اليوم، تغفر الله لكم، فسامحهم. وهذا ليس واجب على المظلوم أن يسامح الظالم، لكن يستحب له. طيب، هل يرضى بالظلم ولا يرفع الظلم عن نفسه؟ إن استطاع أن يرفع الظلم عن نفسه يجب عليه أن يرفع الظلم عن نفسه. يقول لا والله أنا أبغى أصير مظلوم، كلام هذا غير صحيح. فأنت الأصل أن الظالم تعفو عنه عند المقدرة، تعفو واعف عمن ظلمك، إذا استطعت أن تأخذ حقك وسامحته هذا هو المطلوب. قال عقبة ثم قال لي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك. واللسان هذا في كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يبين أهمية الكلمة وأهمية الكلام، قال ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. نعم، فالكلمة وإمساك هذا اللسان أمر مأمور به في الشرع، لأنه سبب من أسباب قطيعة الأرحام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وابكي وليسعك بيتك، المقصود أن يكون الإنسان في بيته أكثر من الخارج. هل المخالطة أفضل ولا العزلة أفضل؟ على حسب الإنسان وحسب المجتمع وحسب المكان الذي هو فيه. إذا كانت المخالطة فيها المنكر وفيها المعاصي، الأصل في الإنسان أنه لا يخالط بل يعتزل الناس. وإذا كان يعني اللي قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم أفضل ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم، لكن إذا كانت مخالطة الناس وكثرة المخالطة تأتيك بالمعاصي وتأتيك بالأثام، إذن وليسعك بيتك، إذن تجلس في البيت. لماذا أجلس في البيت وليسعك بيتك؟ لكي تتفكر في نفسك وتتفكر في معاصيك. قال وابكي على خطيئتك، كيف تبكي على خطيئتك إذا ما تجلس في البيت ولا تتفكر؟ إذن قال صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك لكي تتفكر في نفسك، قال ولتبكي على خطيئتك. هذا، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.